اليوم جينا لمسرح الهواء الطلق في الجزائر العاصمة لإحياء اليوم الوطني للكشاف اليوم 27 ماي. Today was a great day. جينا استمتعنا وحدات من كاع قدماء الكشافة الإسلامية استمتعنا بهذا الإيفنت مع القادة تاعنا والقائدات واستمتعنا بمختلف العروض الثاني. واش دراكم العروض؟ It was good. It was a clown. Young kids enjoyed it. We had fun. We jumped. We sang. It was great. وتاني شفنا بعض الألعاب وشفنا كلمات تاع قدماء كشافة كبار وأعمدة في ما يجين في الكشافة. Everything about your life. In my life, I wanted to be a doctor. I always wanted to be a doctor. وتاني. Doctor in what? جراحة إن شاء الله. أو ميم تون نقدروا نعاونوا بها المجتمع تاعنا ونقدروا نكونوا تاني رمز والمثال إن شاء الله للأطفال الجايين الأجيال الجايين الزهرات والأشبال حفظ القرآن. نعم حفظ القرآن. لا بصح في طريق إن شاء الله. لا مازال طريق طويل. نصيحة أخيرة. Okay, and my advice for youth Algerian people, I want you to learn and keep learning until the day you die, because learning is so important, and it's what helps us develop and give everything we can to humanity. Thank you so much. المثال اللي قاله غاندي, be the change you want to be in the world. Thank you so much. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.